ضمن مساحتنا الطبية رح نسلط الضوء على تقويم الأسنان. هو أحد مجالات طب الأسنان التي تهتم بدراسة ومعالجة عيوب الإطباق ومشاكل الفكين، والذي قد يكون نتيجة لعدم انتظام الأسنان أو لعلاقات الفك غير المتناسبة. وللمزيد حول الموضوع رح نحكي مع الدكتور وهب زيود، اختصاصي بتقويم وتجميل الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن ناحية، يمكن اليوم ما في سيدة أو رجل أو شاب بمختلف الأعمار لما بيهمهم الموضوع، لمحة صغيرة دكتور عن تقويم الأسنان بمفهومه ورح نفوت بالتفاصيل أكثر. أول شيء تقويم الأسنان يهدف إلى تحسين الابتسامة من ناحية جمالية، ومن ناحية تانية يهدف إلى تحسين الناحية الوظيفية، يعني في هدفين له، مو بس ناحية جمالية وناحية وظيفية. فنبدأ فيه نحن بشكل عام بأعمار أحيانا مبكرة من 5 سنين وفينا نستمر فيه للأربعين سنة. العمر المثالي للمعالجة التقويمية بيكون بين 8 سنين للأربعتاش 15 سنة. دائما دكتور بيقولوا مثلا انه ما تبلشوا لهم وهن مثلا بعمر 6-7 سنين، بلشوا لهم من فوق مثل ما حكيت انت. لا، حسب الحاله. تقويم الاسنان مثلا في عندنا مثلا الفك اللي مقرب كثير بنقول لقدام الدافش، هذا مثلا امتى العمر المناسب للاهل انه يتوجهوا لطبيب الاسنان لا يقدروا يعالجوا هالمشكله؟ هي حالات الصنف الثالث. تمام. بيكون الفك السفلي متقدم عن الفك. تمام. العلوي. هي يفترض تبدا بعمر 5 سنين. 5 سنين بين 5 إلى 8 سنين هو افضل عمر لمعالجتها. كل ما تاخرت المعالجه كل ما بيكون نتائج اقل. تمام. نعم. خلينا نحكي دكتور اليوم عن انواع التقويم. يمكن من زمان كنا نشوف التقويم يلي كلياته حدايد وبتحس انه حتى منظره ما هو مقبول. اليوم خاصه البنات بيحبوا شوي يكون منظرهم مقبول اذا بدهم يعالجوا مع يعني اقل قدر من انه يبين، ممكن يكون شفاف. ممكن هلا بدنا نحكي عن انواع التقويم والحالات يلي بيناسب كل نوع. هلا في عنا تقويم متحرك وتقويم ثابت. تقويم متحرك بشكل عام هو عبارة عن جهاز وفي أسلاك بينشال وبينحط. هلا هذا مشكلته للبالغين غير محتمل، يعني ما بيقدر يحطه، يعني بيحطه فترة وبشيل. تقويم الثابت هو بنحط براكتس مثل حاصرات على كل سن. هلا هي الحاصرات إما تكون معدن أو خزفية أو سيراميك أو حتى زفير، لونه إما بيكون شفاف كتير أو يعني قريب من الخزفي أبيض. الشفاف كتير هو يعني الأجمل. وفي التقويم اللساني بنحط من الداخل من عند اللسان، هذا مشكلة له يعني أكثر من مشكلة. أول مشكلة موضوع بيأثر كتير على اللسان لأنه موجود داخلي بالنطق. نعم. اثنين حالات القلع، يعني في حالات نحن بالتقويم بنصنفها حالات اكستراكشن كيس ونون اكستراكشن، يعني قلع ولا قلع. الحالات اللي بيكون فيها قلع فالتقويم اللساني لساته ضعيف بمعالجته. نعم. وفي التقويم الشفاف عبارة عن قوالب بتتاخذ وبنعمل لها كمبيوترايزد. نعم. عم نشوف هلا صور كمان دكتور عن الأسنان قبل وبعد. أكيد دكتور طرق تجميل الأسنان من زمان لهلا كتير عم تختلف، خلينا نحكي عن أهم طرق تجميل الأسنان هلا بالوقت الحالي. هلا هو تجميل الأسنان في له طريقين، إما تقويم. تمام. أو بالوجوه الخزفية. تمام. برأيي أنا الحل المثالي هو التقويم، يعني بس مش له مشاكل، بده وقت وبده عناية فموية والمريض كتير مستعجل لأنه بيقول لك أنا ما بدي طول. نعم. ففي حالات علاجها بيكون بالتقويم وفي حالات بيكون علاجها بالوجوه الخزفية القشور اللي هي إما فينير أو لومينير. هذا بيعتمد على تشخيص الطبيب للمين المثالي للمريض. هلا أحيانا في مرضى بنقول لهم أنه الافضل تعمل تقويم بيقول لك انه مستعجل ما بده. نعم. ما عنده وقت. خلينا نركز شوي بالصور دكتور، يعني عم نشوف اليوم اسنان فعلا صفتهم كثير حلوه لونهم، فهذا الشيء معتمد تقويم او هو فينير او ليمونير؟ هلا الحاله السابقه هي لمريضه بحاجه تقويم لكن اسنانها فيها نخور وضعف. نعم. بالمينا، فهي مضاد استطباب تقويم، ما فينا نركب لها حاصرات لانه حت يعني حين نخرج الاسنان بزياده. فلجأنا انه نشتغلها بالفينير بالوجوه الخزفيه. الحاله فرضت فينير. تمام. فالحاله الافضل فينير، الحل الافضل. نعم. نحن دائما بدنا ندور للمريض بالحلول الابسط، كل ما تعقدت المعالجه كل ما الاختلاطات زادت كل ما صارت الاضرار على الاسنان اكثر. نعم. فبندور على ابسط الحلول وبنمشي فيها، بعدين بنحاول شوي شوي مثل على مبدا
الوقايه، بعدين معالجه فيزيائيه، بعدين مثلا ادويه، بعدين بفوت بعمل جراحي. دكتور، لو الطرق صارت تجميل الاسنان حديثه هلا، لكل شيء له سلبيات وايجابيات، ممكن نحكي عن مثلا سلبيات الفينير؟ شو المشاكل اللي عم بيواجهها المريض بعد ما يركب الفينير؟ هلا اول شيء بده عنايه فمويه كثير جيده. تمام. ثاني شغله بده اتقان جدا من الطبيب ومن المخبري، انه تمام. تكون الحواف منطبقه ودقيقه 100%، ما يكون في اي فروقات. محتمل يكسر، انه هو ماده خزفيه مثل البلور، الصدمات بتكسره. ومحتمل يفصل. طيب ليش بيكسر او بيفك لحاله؟ هلا الفك لحاله شو المشكله؟ لانه عن جد العالم هلا عم تعاني منها. انا عم بنقول لك مشاكل العالم لعندك لنلاقي حل. هلا شوفي، فك لحاله معناته في مشكلتين، اما تمام. مشكله الصاق ومشكله تحضير، يعني معناته في خلل بالصاق والتحضير، هذا السبب الاساسي. يفترض ما يفك، يعني مثلا من بين 20,000 سن عاملون يعني فاكك معي 5. السبب اني انا استخدمت يومتها كانت في عدم توفر الماده اللي بشكل عام بستخدمها، انقطعت من السوق، استخدمت ماده ثانيه، قام 5 اسنان فكوا، يعني من ضمن 20,000 فك 5. نعم. فالسبب احيانا استخدام مواد الصاق بتكون غير معتمده. نعم. تمام. يعني دكتور، اليوم يمكن اغلب الصبايا ونسبه كثير كبيره يمكن بيحبوا يكون ابتسامتهم كثير بيضاء، ابتسامه حلوه بتعكس كثير ثقه بالنفس، لكن اليوم من وظيفه الطبيب يقول انه يمكن، ما بعرف اذا بتشاركني الراي دكتور، انه هي الاسنان الطبيعيه هي المفروض انه نحافظ عليها قدر الامكان، مو بس الابتسامه ضروريه، الصحه والسلامه كمان هي رقم واحد. هلا انا في صوره اعطيتكم اياها، هي صوره صبيه ابتسامتها كثير حلوه واسنانها كثير طبيعيين، بتروح وبتجي بتقلي بدها تعمل فينير. فانا بقول لها احلى من اسنانك ابتسامتك ما في، فما في شيء مثل الطبيعي. فنحن يعني بنروح بالتجميل لما يكون فعلا المريض بحاجه، اما ناحيه جماليه واضحه او احيانا بالنخور وتاكل المينا، ف او مشاكل بالارتصاف، فراغات، فمنروح باتجاه التجميل. ما يكون تجاري، ما يكون تجاري شوي الدكتور، انه اي حدا خلص انا بدي قاعده اعمل فينير، خلص تفضل اوكي اعملنا فينير، هذا الشيء كثير غلط. هلا هلا هذا موضوع بيعود لضمير الطبيب، بيقول لك هلا في اطباء بتقول لك انه اذا ما عملت له اياهم انا بروح عند غيري. اكيد، فانا بعمل له اياهم خلص. عرفتي كيف؟ مزبوط. بس في يعني مثلا هو الابتسامه هي مرآة الوجه، فكثير بتأثر على الوجه، يعني اذا ما كانت ابتسامتك بيضاء واذا كانوا اسنانك فيهم مشاكل ضروري تعمليهم. فدكتور خلينا نحكي، نحن بما انه حكينا عن السلبيات، خلينا نحكي كمان عن نقطة كثير مهمة، لكل شيء له عمر، خلينا نحكي على عمر الفينير، لأيمتى ممكن يبقى؟ ممكن يتغير لونه؟ ممكن شو كمان بدنا نحكي؟ ايمتى المريضه بيبقى نفس الابتسامه اللي لما حتى لها هون الدكتور لايمتى حيبقى معه؟ هلا هن كاسنان كفينير كقشور انه مثل اي ماده خزفيه، ما بصير عليها شيء، يعني هي بتبقى 20 15 10 سنين كماده، ما بصير عليها شيء. هي المشكله بتصير بالاسنان وباللثه، نتيجه حركه الاسنان ومع العمر وتراجع اللثه، العظم امتصاص عظم، تراجع اللثه بينكشف جذور الاسنان، فبصير في فرق باللون، يعني لما بيظهر الجزر بيصير في فرق لوني بين الوجه اللي حاطينه والجزر، فبيصير من ناحية الجمالية الأفضل تغيري. وإذا كانوا تطبيقهم أو التركيب غلط في مشكلة، بتلاقي بعد فترة صار نخور مضطرة تغيريهم لأنه الأسنان انضربة. أما هنن كعمر زمني 10-15 سنة يفترض يقعدوا، إذا كان المريض عم بيعطيني فيهم من ناحية الصدمات من ناحية التنظيف، ف نعم بيقعدوا 20 سنة، وحتى إذا ما صار تراجع لسه. في عندك شغلة تانية مع العمر، الأسنان تميل للهجرة للأمام، يعني للحركة باتجاه الأنسي للأمام، فهي الحركة بترجع بتلاقي فيه تراكم، تلاقيهم بعد 10-15 سنة فرقوا شوي، يعني فيهم صار حركة. استخدام خيوط الأسنان بيأثر على هذا الشيء ولا لا؟ ضروري، يعني هذا يعني شغلة، مو إنه والله نحن عم ندلل حالنا، خيط الأسنان هو شيء مشارك للفرشات الأسنان، فرشات الأسنان بتنظف 3 سطوح من الأسنان، أما الخيط بكمل للخمسة، يعني أنت فعليا لما بتستخدمي خيط معناته أنت في سطحين ما أنك منظفتيهم، مثل أي إنسان مستخدم فرشاة أسنان. أكيد. واللون بالنسبة سألتيني على اللون، أول ما بتركبي بيكون لون ضاهج، مع الوقت بيعتم، بس ما بيتغير، ما بأنه بيزيد درجة أو درجتين، بتلاقيه أسود، بيعتم شوي لأنه بتقل اللمعة تبعه.
نعم، يعني بدنا ننوه كمان لنقطة مهمة دكتور. اليوم عم نشوف فروقات كتير كبيرة بين الأطباء. دكتور يمكن عم يعطي أرقام كتير خيالية، دكتور تاني عم نشوف أسعار مناسبة نوعا ما، مقبولة خلينا نقول. مين بيضبط هي الحالة؟ دائما عم يقول والله المواد مو من هون من برا، دائما هاي الكلمة عم نسمعها. وقات برغم فرق السعر منشوف أنه ابتسامة ممكن السعر مقبول عم بتكون ممكن هي أجمل من الابتسامة الثانية وخالية من المشاكل. هلا ما فيك تحددي إذا خالية من المشاكل غير بالفحص السريري لطبيب يفحصون، ومع الوقت بعد 5 سنين بيبينوا مشاكلهم، بيبين النخور، بتبين فالسعر بيلعب فيه دور المخبري لأنه هو شريك للطبيب بشغله. اثنين، المواد اللي عم تستخدمها المخبري ومواد الطبيب، فهو سيستم كامل. وقت اللي انت بتنزلي بالمواد تبعك وبالمخبري ومخبري بينزل بمواده، بتقدري تحصلي على سعر اقل. الجوده بتعتمد على خبره الطبيب وعلى ضميره بالشغل، وبتعتمد على حرفيه المخبري. السعر بقى هو يعني في له وسطي معين، اللي بتجاوزه بيكون مشكله، واللي بينزل تحته كتير بيكون هذا بيقول لك انه احيانا عم بيتدرب. بده يعني يشتغل اكثر كبدايه، يجرب باسنان العالم، يجرب باسنان العالم. مو كل ابتسامه حلوه بتكون هي وظيفيا وجيده، لانه احيانا بنفحصها بتلاقي انه مشاكل مخفية. بتلاقي في مشاكل عدم انطباق الحواف، انه هي بتعرفي حتعمل نخور بالمستقبل. لا مو بس مشاكل عدم انطباق الحواس، كمان الحواف في عندنا كمان مشاكل ثانيه. المظهر الخارجي مو كله عم بيطلع، الفينير تبعه صح عم بيطلع بشكل كثير بشع، عم بيكبروا لهم اياه، فالسن عم بيطلع كثير كبير وبطريقه كثير خطا. يعني لازم الوحده تروح عند طبيب الصح، تعرف تختار مين طبيبها. هلا ليش دكتور كمان بما انه عم نحكي على الاسعار للفينير، 3 اسعار مثلا بتروح عند دكتور بيقول لك في عندي هذا السعر وهذا السعر وهذا السعر. طيب شو السبب انه هو الفينير واحد؟ شو السبب بانه الثلاث اسعار؟ هلا اول شيء لا، مواده بتختلف. يعني هو بتيجي شيء تصنيع مثلا، خلينا نقول كوري، في شيء تصنيع الماني، فبيختلف البلوك تبعه اللي انت عم تستخدميه، تمام، ونوع الخزف اللي عم تحطيه فوق الاي ماكس، فهذا بيلعب دور بالسعر وبيلعب دور مواد الالصاق. والاهم من هيك خبره الدكتور. نعم. يعني خبره الطبيب اللي مشتغل كثير واللي بيكون عم يشتغل لك بضمير وبدقه. أكيد. يعني غير الطبيب عم يشتغل نوعا ما هيك بسرعه. نعم. تمام. قد ايه مهم يكون للطبيب له نظره جماليه؟ يعني يمكن صفه الاسنان هي ما بتلبق لهذا الوجه، او يمكن الاسنان الكبار ما بتلبق لهذا الوجه، يعني هو لازم يقدر الابتسامه، حجم يمكن الشفايف او التم او الضحكه، ما بعرف هي الشيء قد ايه ممكن تكون ضمن الحسابات. تيجي بخبره الطبيب، يعني وقت الطبيب يكون مشتغل كثير حالها بيقدر يعطي للمريض، يعني يقول له المستقبل انت حتحسن 100%، حتكون ابتسامتك رائعه، او بيقول له حتحسن 70%، هالناحيه ما حتتحسن. وفي دراسات بالاضافه انه مثلا بده يكون مثلا من طرف الشفه لطرف الشفه يعني عدد اسنان وحجمها، فهذا كله بيندرس. خبره الطبيب هي اهم شيء. تمام. يعني الطبيب اللي عنده خبره بيقدر يعطيك اسنان جميله، الطبيب يعني خبرته قليله بهذا الموضوع يعني احيانا صدفه، يا بتزبط معه اكيد الخبره كثير ضروريه. دكتور بدنا نصايح اخيره لكل حدا عم يتابعنا، شو بتحب توجه لهم كلمه؟ هلا اول شيء ابتعاد قدر المستطاع الفينير اذا ما بحاجه، يعني طمع. هي موجه ماشيه بالعالم. هلا اذا المريض ما بحاجه حرام، يعني يفترض الطبيب ينصحه، لا يبلش بالتبييض، يبلش بامور محافظه صغيره بتقدر يحصل على نتيجه احيانا جيده. احيانا التقويم هو حل مثالي افضل من انه يبرد الاسنان. هلا بيقولوا لك في الليمونير والقمص مايل والثري ان، هدول عدسات كمان بينحطوا، ابتعاد عندهم قدر المستطاع لانه ما في شيء مثل الاسنان الطبيعيه. استخدام الخيط، اذا الواحد بيفرش اسنانه يفرش اسنانه بعد الاكل او بعد تناول حمضيات، المواد الحمضيه اللي فيها اسيد، ب 20 دقيقه ما يفرشيهم فورا، لانه هو بيكون عم يعني حاطط حمض وعم يفرش اسنانه بماده حمضيه فبيأثر على المينا. نعم. والوقايه افضل شيء. تمام. اكيد. بدنا لك شكرا كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، بتمنى تكون العالم عندهم هذا الوعي لصحه اسنانهم، هي مو بس وجه، يمكن اذا الواحد برجع ضرسه شويه صغيره يمكن بيقلب كل كيانه باقي النهار. ما بيقدر ينام. اكيد. صح. شكرا كثير. ما بينا. شكرا دكتور. شكرا كثير لك، واستمتعنا كثير بالحديث معك. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. شكرا لكم. هلا. شكرا.
أكيد سمركم بدي لك شكرا، وبدي أتمنى بقية نهار ممتع على جميع مشاهدي الأخبارية السورية. نتمنى أكيد أن نكون قدمنا لكم كل المتعة والفايدة خلال فقراتنا لليوم، ووعدنا بكرة بنفس التوقيت ضيوف جداد وفقرات جديدة. باي باي. أكيد أكيد، خلوا السعادة مثل ما قلت لكم مفتاح نهاركم، وبعدوا عن الأشخاص السلبيين وابقوا برفقة الأشخاص الإيجابيين. نهاركم سعيد، بنتمنى تبقوا بخير من هون لبكرة. دائما تحيتي الأولى والأخيرة لأبطالنا بالجيش العربي السوري. الله يحميكم، نلتقي بكرة وإلى اللقاء.